حق علاج ترى يسوي حق العيون، هذا اللي يطلع علاج العيون هذا بنا. هذا هو ده. هذا هو ده. وحق عرع. طبعا اللي ورد من عندنا من تاجر صالح عنده. هذا على بيتيريا. وصارت دار. طاقم كامل يطلع على حسب في من 560 ما شاء الله اللي هو هذا هو هذا اللي عندك الايراني وهذا الروسي هي هي الأحسن للقاح حق العلاج وحق يعني تستفيد منها من كل شيء ذي أرام عن أمراض عن ذي تنص من ذي لمن ما يجيب مثلا عيال ولا شيء يستخدم العسل ومعلقته من ذي ما شاء الله أي شكل أي شيء تبيده. وهذا ترنج الحساوي، هذا ترنج الحساوي مشتل الحلو البطلية. هذا أي كسبرة بامي الحساوي خس العربي اللي هو لوبة لوبة الحساوي هذا عباد الشمس جرجير مشوم الحساوي القرع السلك النخية سبانخ لومي الحساوي هذا اللومي هذا اللومي هذا الفجل هذا الفجل بقدونس شمام سلك هذا حلو الحسويه راج الحسويه ما شاء الله هذا طماط هذا طماط في محل الهام من سجادة العالم هوت من خاطر الأملاك أغنية سماوية تتيه بلهجة البسطاء في عمق الألوهية وحين شممت في الأنغام رائحة نخيلية عرفت بأن للأملاك لهجتي الحساوية وحين شممت بالأنغام رائحة نخيلية عرفت بأن للأملاك لهجتي الحساوية هي الأحساء هي الأحساء هي الأحساء تواجد في سوق الخميس والسبت الله يبارك فيك الله يبارك فيك أبا خمس بس أبا خجوة على السوق اتجاه النخل حين
عمري يمكن 70 سنة بس وايد هي. هذه غذوتنا، هذه من عشنا وكلنا، هذه غذوتنا هذه. الله يجزاك خير. مو على غذوتي يعني. والله هذا من يوم شغلات من يوم إحنا يمكن 6 سنوات أو 7 سنوات ما شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية. الحمد لله رب العالمين. طبعا كل اللي نشاهده الآن صناعة حسوية من نخيل الحسا، هذا من مستعف النخيل، وهذا القرطلة، هذه القرطلة طبعا، هذا الحفيظة حطنا فيه التمر أول يعلقونها عن القط وهنشح ليف النخل ليف الحسا ما شاء الله، وهذا الزبيل المليف داخل خوص ما شاء الله مرة ليف، وهذا الميزان، هذا الميزان يعني. ما شاء الله كله من شغل الحسا ونخيل الحسا ما شاء الله. هذا النحل الصغيري، هذا شغلنا ما شاء الله، وهذا القفص، هذا القفص حق قرطه، حق قرطه، وهذا النحل اصغر من هون، شغلنا احنا صغير صغير شغل الحسا، شغل هذا الحراج. اللي ما شاف اصغر نعال في العالم هذه موجوده هنا عند الدخيل، عند الدخيل الله يسعد بالنخله ابو اي ما شاء الله، وايد حديد الحبل الليف كيف الحسا طبعا الميزه، هذا جلد طبيعي من جلد الناقه اي ما شاء الله، الطفل في وسطه وتشيل ماله كتفه وتعلق على رواق الخيمه، وهذا المخاطه اللبن صار تطور جاب المعدن ما له بعدين جات تطور صار المعدن، بعدين طبعا تطور جات المكاين، وهذا النفيل برضو من عسل النخل، طبعا في مناظر دلال مدلال مباخر كشكل طبيعي طبعا نوع من سعف النخيل. حياك الله يا عم، حياك الله يبا، الله يبارك فيك. طبعا منسف هذا المنسف هذا يسمونه من العسق مال النهر التمر اي ما شاء الله عليه، وزي من العسق اي ما شاء الله، الزبيب من السعر من السعر قال مال النهر، يا سلام يا الله، هذا الكبوس، هذا الكبوس مهفه، هذا المهفه، الله ذكريات جميله لها هذه، هذا عماري، هذا مكنسه حق الاوليين مكنسه اول الساعه، هذا حق الحليب تحطونه تحت، تركزون عليه اي فوق يخبون اللبن يحطونه فوق اي، حصير حق جلسة، حق جلسة وحق السقف طبعا، هاي يقطون فيها السقف، وهذا قفص خاص حق البلابيل الحسوية، ما يستقبل الا بلابيل الحسوية القفص هذا، صح ولا لا يا عم؟ والمجمعات الكبيرة هذه ام 50 تلاقيها ب 150، لكن هنا سوق الخميس وصارت درب ثعبانا بطول الخواتم، عقيل هذا العقيل الفضة، العقيل قديمة لحظة، هذه الملكية يسمونها، هذه الخواتم من الفضة العقيل اليمني، العقيل اليمني اي ما شاء الله، وهذا هذا الملكية، هذه الخواتم الملكية ما شاء الله، وكم أسعارهم؟ يختلف، في على 120، في على 100، هذا يبيعونها برا في المحلات على 200 ريال، احنا نبيعها ب 80 ريال. يا سلام. في سليمانيات، في عقيق، في هباهيب، في ياقوتات، في جواهر، من أي نوع يعني من أي محل. الخاتم الأسعار. في فيروزة على الكيف. تجيب الطوابق تحلم ذيلا خلينا نتحرك. طبعا خطوط معروفه ذي ايات قرانيه كريمه بخطوط خطاط المعروفين، وهذا فيروز سينوفاي بدرجه اولى، طبعا دي الجرام حق الجرام بس جرام الفيروز 35 دولار، 35 اي جرام بس الفيروز على الفضه، طبعا دي درجه اولى طبعا، وفي نشابوريات شغل نظيف، هذا فيروز نشابوري طبعا، ذي النشابور اللي فوق ذي طبعا كرماني اللي تحت، وفي شوي ذا كرماني من كرمان، وذا من نشابور ارض نشابور، شوف يعمل فيروز، فيروز بالالماس فيه شغل مرتب اي ما شاء الله، اتصل على الرقم أيوة. 054-3-7-6-1-1-6
على 3 ريال فكلك تطول. واحنا نتسوق سوق الطيور شفنا حبيبنا عبد الله. ما شاء الله تبارك الله جدا. هذه فيها انواع، في سوري وفي صيني وفي فلاندي. السوري عنده هذا السوري هذا الصيني يختلف حجمه وعندك الفلاندي هذا الفلاندي هذا الهولندي هذا الهولندي هذا الهولندي. واسعارهم كم زين تروح عليه؟ الفلاندي على 270 280، والسوري على 220 210. وهذا عندك الجلسة اسمه هذا؟ هذا الجلسة الفلاندي. كلهم يغردون؟ كلهم تغردون عشان يعطيك العافية يا عبد الله. الله يبارك فيك. شاهد ما شاء الله صندوق الطيور. هذا خيار ابو حساوي، هذه كلها زراعه حساوي. حساوي جاب من المزرعه على طول في نفس اليوم يباع. وهذا ما شاء الله تبارك الله الخيار ابو حساوي. باذنجان، كوسه، حساوي. وهذا الرز الحساوي هنا، نار حساوي. أروح هنا طماط الحساوي. حمر يا عسكري، حمر حمر وحالي، حمر وحلو. ما شاء الله تبارك الله. صلواتك على محمد. ابعد يجي باقي كم يبيله؟ يبيله يمكن على حدود الشهر وشوي كذا. اي ما شاء الله مع الصيف. اي ما شاء الله. يجي مال الحرف ثاني، يجي مال الحسة، انتاج الحسة اللي يكون ملون ابيض مالي الاصفر والاحمر والبرتقالي. اي ما شاء الله. هذه نهايه وقت مال المدينه، هذا اخر وقت المدينه. بعد نهايه المدينه بعد ما في خلاص ينقطع. اي ما شاء الله. ما شاء الله عزيز. كله مال الحسن. اي ما شاء الله. طبعا كل اللي يتواجد في السوق الاقلام. بلدي هذا البلدي. كم؟ 15 حساوي. في 13 في 11. هذا البني ب 14 ها؟ حساس حساس. وهذا الحساس ما شاء الله تبارك الله يسمونه حساس ويسمونه عوم. عوم ايوه طبعا اهم شيء. دعدع. وهذا بطيخ الحسن على الشر. يلا يا سلام، يعني ما في حاجه سكر عسل ما شاء الله. على هذا راجل قصها وين ال 60 ما شاء الله تبارك الله تبارك الرحمن. عطني رايك كمش. هذا اللي مع سكر لا ياكل هذا. عطني رايك. بسم الله تبارك الله. 10 ريال.
خمس حبات كامل 25 كلها طبعا زراعه حسويه ويباع في سوق الخميس والسبت. وهذه نهايه السوق طبعا. طبعا اخر حاجه حطيناها سوق الخضره.